انتهت العبودية في العالم عام 1962. انتهت العبودية التقليدية وكتبت مواثيق دولية لمناهضتها نحو عالم جديد يقدس حياة الإنسان وحريته. هذا ما حلمنا به، ولكن الواقع كان له رأي آخر، إذ أصبح للعبودية أشكال معاصرة ليست أقل بشاعة من عبودية الزمن القديم. وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 40 مليون إنسان في جميع أنحاء العالم هم ضحايا لأشكال الاسترقاق الحديثة. وفي البلاد صدر اليوم تقرير عن المركز للاجئين والمهاجرين حول ظاهرة استغلال العمال الأجانب. جاء فيه أن دولة إسرائيل في السنوات العشرين الماضية تواصل الامتناع عن مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، فيما رصدت شكاوى وتجاوزات خطيرة. إلى العناوين. تقرير يكشف عن تفشي العبودية والاستغلال البشع للعمال الأجانب في إسرائيل. صدمة بعد الكشف عن مجموعة متطرفين تتدرب للاعتداء على العرب في المواجهة القادمة. الناصرة احتفال على شرف إقرار الخطة الخمسية لتعزيز الهايتك والحداثة في المجتمع العربي. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و786 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة. 56% منهم شخصت بصفوف طلاب المدارس. ومع الارتفاع المتواصل في إصابات كورونا بصفوف الطلاب، تتجه لجنة خبراء الأوبئة التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية إلى دعم حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمسة أعوام باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسب ما ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية. أفاد تقرير نشرته صحيفة ذا ماركر أن البنوك الإسرائيلية تقصي المواطنين العرب عن قروض الإسكان بشكل منهجي، وتجبي منهم عمولات مرتفعة بحال صادقت على منحهم هذه القروض. وعزى التقرير ذلك إلى أسباب سياسية بحتة، وأنه لا يستند إلى الوضع الاقتصادي للمقترضين، إذ حصلت 30 إلى 50% من العائلات اليهودية ذات التدريج الاجتماعي المتدني على قروض إسكان، مقابل 10% فقط من العرب من التدريج ذاته. وفقا لتقرير صادر عن المركز للاجئين والمهاجرين حول ظاهرة استغلال العمال الأجانب في إسرائيل في سنوات 2001 ل 2021، أن الدولة تواصل الامتناع عن مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، وأن هناك شكاوى حول مصادرة جوازات السفر، سلب الحرية ومؤشرات أخرى على عبودية معاصرة لم تكن معروفة للسلطات ولم تشعل أي أضواء حمراء لدى محققي الشرطة. تراجعت مرتبة إسرائيل لأول مرة منذ 10 سنوات في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لجهود الدول في محاربة التجارة بالبشر في أراضيها، على الرغم من ادعاءاتها بالمصادقة قبل عامين للمرة الثانية على خطة قومية لمكافحة هذه الظاهرة. في السنوات العشر الأخيرة تمتنع السلطات الإسرائيلية عن مكافحة التجارة بمهاجري العمل فيها، والشرطة لا تحاول تقريباً العثور على ضحايا كهؤلاء، بالرغم من شكاوى مصادرة جوازات السفر وسلب الحريات والإجهاد في العمل. ووفقا لمعطيات تقرير صادر عن المركز للاجئين والمهاجرين، فإنه منذ العام 2001 اعترفت السلطات الإسرائيلية بأكثر من 3700 ناجيا وناجية من الإتجار بالبشر، فيما عثر المركز على 3100 العمال الأجانب القليل
القلائل جدا الذين تم الاعتراف بأنهم ضحايا تجارة بالبشر وحصلوا على مساعدات عثرت عليهم منظمات حقوقية وليس سلطات الدولة. وخلال العقدين الماضيين حصل أكثر من 1400 مهاجر فقط على مساعدات من المكتب القانوني التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية بشبهة أنهم كانوا ضحايا تجارة بالبشر. وعلى الرغم من هذه المؤشرات تتجاهل الحكومة إضاءة الضوء الأحمر لمحاربة هذه الظاهرة. ومن العبودية إلى مشهد أكثر قسوة من العبودية، من منا لم يشهد ظاهرة تسول الأطفال على طرقات البلاد؟ هذا ما دفع عضوة الكنيسة عايدة توما سليمان للمبادرة بعقد جلسة في الكنيسة لمناقشة هذه الظاهرة. والآن تنضم إلي السيدة عايدة توما سليمان عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بك سيدة عايدة. أولا، ماذا تمثل ظاهرة تسول الأطفال بشكل عام في هذا العالم، في عالمنا الحديث؟ أهلا مريم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. عمليا هذه الظاهرة باتت ظاهرة مقلقة للجميع، إذ لا يمكن أن يتجاهل أي منا وجود هؤلاء الأطفال على قارعة الطريق، على المفارق، يدقون شبابيك السيارات ويستجدون عطف المارة من خلال محاولتهم يعني استجداء بعض الأموال. هذه الظاهرة كان يمكن التعامل معها كنتيجة حتمية لازدياد واتساع رقعة الفقر بين الجمهور والحاجة الاقتصادية، لو أنه لم يضف لها عامل آخر للأسف، يعني وهو وجود بعض الأشخاص الذين يستحاولون استغلال الضائقة الاقتصادية للعوائل بالأساس الفلسطينية في المناطق المحتلة أو هنا في الداخل، والإتجار بهؤلاء الأطفال. وأنا أقول للإتجار لأنه عمليا هم يأخذون الأطفال من عائلاتهم، يشغلونهم في عملية الاستجداء، والدخل الذي يحصل عليه الأطفال لا يعود لهم، وإنما هم يعملون تحت إمرة هؤلاء المقاولين، يسلبون منهم ما يجنونه خلال النهار، ويلقون بهم للنوم إما في الأحراش أو على قارعة الطريق أو في الخرب. نعم. ويتعرضون لأبشع الاستغلال بذلك. يعني وهذا السؤال التالي، ما هي المخاطر التي يتعرض لها الأطفال خلال التسول، خلال هذه الظاهرة؟ أولا، خلال عملية التسول نفسه يجب الانتباه بأنه الكثير منهم يتعرض للإهانة، للشتم، وأحيانا حتى للعنف من قبل بعض يعني المارة أو السائقين اللي بيجوا الأطفال حتى يحاولوا يستجدوهن، وهذا يعني أذى نفسي كبير لأي طفل. ولكن الأخطر من ذلك ما يتعرضون له من استغلال ومن عنف من يشغلهم في هذه الأمور، إذ قد يتعرضون للعنف الجسدي، وأقول أكثر من ذلك أن بعضهم قد يتعرض أيضا للانتهاكات وللعنف والاستغلال الجنسي حتى. لذلك نحن نقول يعني أن هذه بيئة مضرة نفسيا وجسديا وبمستقبل هؤلاء الأطفال، وعلينا معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. لذلك بادرت لعقد الجلسة في لجنة حقوق الطفل لبحث هذا الأمر. نعم، وتحدثت أيضا عن تغيير جذري في التعامل مع هؤلاء الأطفال. ما هو التغيير الذي تطمحين إليه في هذه الظاهرة وبشكل عام في موضوع أيضا الأطفال؟ يعني أولا، للأسف حتى الآن نحن نرى، وأنا كنت يعني أكثر ما أثار غضبي أنني كنت شاهدة على عملية ملاحقة
من طرف الشرطة لهؤلاء لبعض الأطفال على مفترق طريق، ورأيت الذعر اللي كانوا فيه هؤلاء الأطفال عندما فروا هاربيا، مع أنه يمكن لو أنه في تعامل صحيح مع الظاهرة كان يمكن أن يكون ملاحقة الشرطة لهم طريقة للإفلات من قبضة المقاول الذي يستغلهم، ولكن هذا دليل على أن الشرطة تتعامل معهم وكأنهم هم الجناة يعني والذين يخالفون القانون. ما طالبت به أن يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال كضحايا، ضحايا استغلال وضحايا عبودية جديدة من نوع جديد، والبحث عن يعني من يشغلونهم. بالتالي عندما يتم، والمفروض أنه بال2015 كان هناك لجنة وضعت أسس للتعامل مع الأطفال في هذه الحالة، تؤكد أن العمل الأساسي يجب أن يكون عن طريق عمال اجتماعيين يدعمونهم ويفهمون قضيتهم ويحاولون إخراجهم من هذه الدائرة، والشرطة تهتم بإلقاء القبض على مشغليهم وعلى من يستغلونهم. حتى يومنا هذا الشرطة والرفاه الاجتماعي تقريبا لم يتقدموا في هذا الطرح، وهذا ما اكتشفناه من خلال الاستجوابات التي قدمتها ونقاش اليوم. وهم يدعون بأنه الآن بدأوا برنامج تجريبي سيبدأ في مدينة الناصرة وفي منطقة أخرى، سنحاول بعد شهر استلام تقارير حول هذا البرنامج التجريبي وسيره ونجاحته. نعم، طب كمجتمع برأيك كيف يجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة؟ يعني الوضع مش سهل، لأنه إحنا ما بنحكي على ناس اللي في إمكاني، يعني نحن نعرفهم بالإمكان أن نأخذهم إلى بيوتهم، أن نهتم بعائلاتهم، أن نقوم بعملية التكافل الاجتماعي لمنع انحدار الأطفال إلى هذا الاستغلال، لأنه الغالبية من هؤلاء الأطفال هم أطفال من إخوتنا الفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة. وأنا أعتقد أنه على مستوى يعني دعينا نقول المجتمع علينا التواصل مع الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما سأقوم به، لنرى كيف يمكن أن تقوم هناك يعني مكاتب الخدمات الاجتماعية بمراعاة هؤلاء الأطفال وتخليصهم من براثن هؤلاء المقاولين. نعم، جيل المستقبل يجب أن نحافظ عليه. شكرا لك يا سيدة عايدة توما سليمان عضو كنيسة عن القائمة المشتركة. التمييز أحيانا قد لا يكون مباشرا، وتعميق الفقر في المجتمع قد يتم تأطيره بطرق مختلفة، مثلا المشروبات الخفيفة خيار لا مفر للفقير في حين أن أسعار الفواكه تجبره على تفاديها. ومن هم الفقراء بالأساس؟ هم العرب. الضرائب التي ستفرضها الحكومة على المشروبات الخفيفة ضربة اقتصادية موجهة بالأساس للعرب. التفاصيل في التقرير التالي. قد تنضم إسرائيل لسبعين دولة في العالم تكافح استهلاك المشروبات الخفيفة المحلى إما بالسكر أو بمواد التحلية المضرة، ولكن لا يزال الجدل في اللجنة المالية في الكنيسة قائما بشأن الضريبة الإضافية التي سترفع سعر العبوة حتى 34% في مطلع العام المقبل. وحسب التقارير الصحفية فإنه في أبحاث اللجنة المالية البرلمانية يشارك مندوبون لشركات المشروبات الخفيفة بشكل غير مباشر من خلال مستشارين جاءوا ليقنعوا النواب بعدم فرض الضريبة، ضريبة ستضيف لخزينة الدولة مليار شيكل سنويا بحسب التقديرات الحكومية، حيث سيصبح سعر العبوة اللتر 8 شواكل و7 أجورات، أما عبوة اللتر ونصف
سترتفع لتسعة شواكل. مشروبات مضرة صحياً وهي خيار لا مفر للشرائح الفقيرة وأكثرها العرب في البلاد العاجزة عن بدائل المذاق الحلو باهظة الثمن. وحسب بحث تم عرضه في الكنيسة يظهر أن معدل استهلاك العائلات العربية للمشروبات الخفيفة يصل ل 21 عبوة لتر ونصف. 53% من الأطفال العرب حتى عمر 11 يستهلكون هذه المشروبات مقابل 22 من الأطفال اليهود. وكثيرا ما تظهر الأبحاث الضرر الصحي الذي يعود على الأطفال نتيجة لاستهلاكها. وإن كانت الحكومة تسعى لفرض ضرائب حفاظا على صحة مواطنيها أو لمحاربة الأضرار المناخية، فإن عليها وضع البدائل أمام الشرائح الأكثر ضررا، لأن الضرائب ستكون ضربة للفقراء بأغلبيتهم العربية. حول هذا الموضوع ينضم إلي سيد برهوم جرايسي، باحث ومحلل سياسي. أهلا بك أستاذ برهوم. الضحية الأولى لرفع الضرائب على المشروبات الخفيفة هم الفقراء، والفقراء ونصف الفقراء أو أكثر أو أقل من نصف الفقراء هم عرب. أي سياسة اقتصادية فعلا تمثل هذا الرفع في الضرائب؟ مساء الخير. بداية يعني كي نكون واضحين، علينا أن نعترف أن هذه مشروبات ومواد تندرج تحت مواد غذائية، ولكنها بالفعل هي كثرتها مضرة لجسم الإنسان، والعمل على لجم استهلاكها هو أمر صحي. يعني إحنا بنحكي في السياق الطبيعي. الأمر الذي عالجته اليوم في هذا المجال هو الجانب الاجتماعي الخفي الذي أظهرته أبحاث، وحتى منها ما عرض على اللجنة البرلمانية للشؤون المالية في الكنيست، وهو أن الشرائح الأكثر استهلاكا لهذه المواد هم الشرائح الفقيرة. وفي تحليل هو لأنه عمليا الإنسان وكل إنسان يبحث عن المذاقات والمذاق الحلو إلى آخره، وبالنسبة للشرائح الفقيرة هم يبحثون عن الأقل كلفة بموجب قدراتهم المالية. وللأسف فإن مثل هذه المشروبات التي استهلاكها الكثير مضر هو خيار لا مفر، كما جاء أيضا في تقريركم. نعم. حينما نتحدث عن الفقر في إسرائيل، الفقر له طابع قومي، وأنا أريد أن أضيف بعض المعطيات إذا سمحتم لي. فلسطينيون 48 يشكلون 18% من السكان، يعني من دون القدس المحتلة والجولان، ولكنهم يشكلون 45% على الأقل من الفقراء في إسرائيل. وليس هذا فقط، هم الأكثر عمقا بالفقر، وهذا بموجب تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية. معنى أن هذا باعترافهم هم، وهذا يظهر حينما يعملون حساب عائلات فقيرة ما قبل المخصصات الاجتماعية وبعد المخصصات الاجتماعية. نجد أن المخصصات الاجتماعية تنتشل 45% من الفقراء اليهود الذين يكون على حافة الفقر من فوق، بينما النسبة لا تتجاوز 11% من العائلات الفقيرة العربية. فحينما نتحدث عن الفقر حالا نحن نتوجه إلى فلسطينيين 48 بصفتهم هم العنوان المؤلم للفقر. نعم. الحكومة التي تبحث تدعي أنها تبحث عن صحة الجمهور عليها الفحص في الجوانب الأخرى لإجراءاتها مثل فرض الضرائب. يعني هي تقول أنها تريد محاربة الأضرار المناخية والصحية. نعم. من خلال. نعم. هذا المشروع. أنا سأعطي مثالا. حينما يتحدثون عن أنهم يعني يريدون أن يحاربوا مثل هذه المواد المضرة
عليهم أن يشجعوا المواد الصحية من الجوانب الغذائية الصحية. لنأكل الفواكه، ونحن فلسطين هي أرض خصبة، أرض معطاءة بالثمار وإلى آخره. في حسابات أجريتها بناء على تقارير مكتب الإحصاء المركزي في السنوات العشر الأخيرة، يتبين أن أسعار الخضروات والفواكه ارتفعت خلال 10 سنوات الأخيرة بنسبة دقيقة تتجاوز 105%، 105%. في المقابل معدل الرواتب ارتفع بنسبة 37%، ورواتب الحد الأدنى من الأجر التي هي رواتب الفقراء ارتفعت في ذات الفترة بنسبة 28%. هذا يسري أيضا على جوانب، على مواد غذائية أساسية ارتفعت لربما ليس بالمئة 100%، ربما 30 و35%. وهذا عمليا كله يقع على جانب، على عاتق الفقراء. ما أريد أن أقوله أن هذه الضريبة التي قد تصل في بعض الأحيان أكثر من 34%، ربما 40%، لن تؤثر على الشرائح الميسورة والشرائح الوسطى العليا التي هي بغالبيتها الساحقة جدا 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 من اليهود. بل من سيدفع الثمن هو الفقير، إما بأن يحرم نفسه أو أن يزيد العبء المالي. يعني أنت بتقديرك مع هذه المعطيات، أين تتجه إسرائيل اقتصاديا؟ نحو تعميق الفجوات أكثر بين العرب واليهود، وكيف قد يؤثر هذا مستقبلا على المجتمع العربي؟ طبعا يعني أصلا يعني حتى استنادا للتقارير الإسرائيلية الرسمية طيلة الوقت، الفجوات ثابتة بين العرب من جهة واليهود من جهة، في حين أن الفجوات بين الشرائح اليهودية يجري سدها. بمعنى أنه في الماضي كنا نرى فجوة جدية بين اليهود الشرقيين واليهود الأشكناز الغربيين، الآن تقلصت على مدى السنين بشكل كبير. كانوا يقولون لنا أن سبب الفقر عند العرب هو كثرة الأولاد. في خلال 35 سنة الأخيرة انخفض معدل الولادات عند العرب بنسبة 40%، بينما ارتفعت معدلات الولادات لدى الحريديم. لدى الحريديم اتجاه الفقر هو في هبوط، وعند العرب في أحسن أحواله، في حالة استقرار، واستقرار مؤلم وشرس. نحن نتحدث عن 45 و46 و47% على مستوى الأفراد، وحوالي 58% على مستوى الأولاد. بمعنى أن كل الذرائع التي يتذرعون بها من أجل التستر على التمييز العنصري الذي هو السبب الأساسي لهذا الوضع الاقتصادي الاجتماعي للعرب زالت، ولكن الأوضاع لم تتغير. نحن محرومون من فرص عمل متساوية، الفجوات في معدلات الرواتب رهيبة جدا. العربي، معدل الرواتب عند العرب يصل إلى نصف معدل الرواتب عند اليهود الأشكناز الغربيين. بمعنى أن الطبيب عربي في مدينة الناصر يعمل بنفس عدد ساعات طبيب يهودي في مدينة تل أبيب، ستجد فجوة تقريبا 30% في معدلات الرواتب. وهذا أيضا بناء على تقارير رسمية. أكثر من هذا، ما تزال الأبواب، أبواب الصناعات العصرية أمام العرب مغلقة، مغلقة. فقط 4% أو أقل، آسف، 3% من العرب يعملون، أو لأكون دقيق أكثر، نسبة العرب في قطاع التقنية العالية لا تتجاوز 3%، بينما نسبتهم من القوة العاملة بشكل عام في إسرائيل هي 16%. انظر الفجوة. يعني هذا أيضا يعني يمحي عمليا الطبقة الوسطى العربية التي حاولنا أو يعني بنيت في أواخر الثمانينات، الآن وكأنها تغيب. وعندما تغيب الطبقة الوسطى في المجتمع يعني هي مشكلة. طبعا هناك في حالة تقاطب، هناك مناطق على مستوى جغرافي، مثلا حينما نتحدث عن الأوضاع في النقب، أسباب الفقر إذا كانوا يتحدثون
عن معدل الولادات. فقط قبل 3 أو 4 أيام صدر تقرير يتحدث عن رسمي عن مكتب الإحصاء المركزي يتحدث عن تراجع كبير جدا في معدلات الولادة في النقب، ولكن الفقر هناك ما زال مدقع. عدد كبير من القرى محرومة الاعتراف، محرومة من البنى التحتية، محرومة من المؤسسات التعليمية والصحية. الفقر عمليا عند العرب مفروض عليهم فرض بناء على السياسات العنصرية. إسرائيل تثرثر الحكومات الإسرائيلية تثرثر خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة عن العمل وضرورة العمل لسد الفجوات، وكل مرة يعني يأتي رئيس حكومة ويطلق خطابات، ومنها خطابات وقحة بأننا سنشجع العرب على الخروج إلى العمل. اسمحي لي فقط في هذه العبارة. نعم، في دقيقة لو سمحت. ذات يوم وقف رئيس الحكومة السابق على المنصة، منصة الكنيسة، وقال إن سبب عدم انخراط النساء العربيات في سوق العمل هو التقاليد العربية. في ذات الفترة كان 35% من الأكاديميات العربيات، انتبهوا، يعني أب يرسل ابنته إلى الجامعة تقيم هناك وتبيت هناك وتتقدم في العمل، فيش عندهم. بيطلع بالآخر إنه هن بيشتغلوش بسبب التقاليد. طب ما هي راحت على الجامعة وتعلمت. هذه نظرة صهيونية استعلائية عنصرية. نعم. شرسة تجرم الضحية بمأساتها وتنسحب على كل شيء كما ذكرت. شكرا لك أستاذ برهوم جرايسي، باحث ومحلل سياسي، شكرا لك. تحقيق صحفي للقناة 13 كشف عن خلية تقوم بالتدرب على الاعتداء على العرب في حال حدوث مواجهات شبيهة لأحداث أيار. أما الشرطة وفقا للتحقيق اكتفت بتنبيه قائد هذه الخلية بأن يكون أكثر حذرا. في هذا المبنى في مدينة الرملة يتدرب متطرفون يهود على قتل المواطنين العرب. هذا ما كشفه تحقيق صحفي للقناة 13، وهذه التدريبات ما هي إلا إعداد لهم لمواجهات شبيهة في أحداث أيار. يتدربون كيف توضع السكين بشكل مباشر في الرقبة وتؤدي إلى قتل الضحية، الضحية العربية. كان لتحقيق مثل هذا أن يؤدي إلى اعتقال المشتبهين، ولكن الصحفي الإسرائيلي الذي كشف عن الخلية الإرهابية ونواياها صدم بأن الشرطة اكتفت بتنبيه قائد هذه الخلية بأن يكون أكثر حذرا. الصادم أكثر أن المتطرفين الذين يتدربون هنا ينتمي بعضهم لحزب عتما يهوديت ولحركة لاهافا، ولم يتم إخراجهم عن القانون، بل لهم ممثلون في البرلمان الإسرائيلي. أعضاء بلدية الرملة العرب وحدهم من بدأ في اتخاذ إجراءات ضد هذه الخلية اليهودية الإرهابية. توجهنا كمان للمفتش عن الشرطة والشرطة المسؤولة عن كل هذه الأحداث، وكمان توجهنا لرئيس بلدية الرملة وطلبنا بإخراجهم، مش بس انه ما يكونوش مقبولين في مدينه مختلطه اللي بيعيش فيها العرب واليهود، بل طلبنا اخراجهم من القانون وعدم تقديم لهم اي نوع من الوسائل. بل اكثر من هيك، تقدمنا بشكوى لكل المؤسسات، ونحن نحمل الشرطه بمساس حياه اي مواطن عربي وبالمدن المختلطة واللي هم مستهدفين من أيام هبة الكرامة. في أحداث أيار التي تعرضت فيها البيوت العربية للاقتحام من قبل متطرفين يهود مسلحين، والتي تم فيها الاعتداء على مئات الشباب العربي وهم يدافعون عن عائلاتهم، وقتل فيها الشهيد موسى حسوني في مدينة اللد على يد متطرف، وقتل فيها الطالب محمد كيوان من مدينة أم الفحم على يد شرطي، لم يعتقل مواطن يهودي واحد، بل اعتقل مئات المواطنين العرب واحتجزوا لأشهر طويلة قيد التحقيق، ولم يسفر التحقيق مع الشرطة عن أي نتائج حتى الآن من قبل ماحش. ووجود هذه الخلية لم يكن صادما للمواطنين العرب في مدينة اللد. يعني احنا باللد والرملة
وبالأخص باللد كنا عارفين بوجود تنظيم منظم ممول اللي تم استعماله بصورة جيدة وناجعة جدا في أحداث شهر 5/2021 عندما جاء المستوطنون في كبسة زر. أجوا ببساط ممولة، تم استلام مباني تابعة للبلدية تمركزوا فيها، وتم الهجوم على أهل البلد خروجا من هذه المباني. يعني المنظومة هاي اللي يتحدثون عنها وكأنها خبر مفاجئ وصاعق، نحن نعلم أن المستوطنون حضروا إلى اللد واستلموا مفاتيح بيوت النواة الثوراتية اللي كانوا ساكنين باللد. هم استلموا مفاتيح بيوتهم ودخلوا على البيوت كخلايا نائمة مسلحة ومموّلة، وعملوا على محاولة الهجوم وضرب المواطنين العرب بالليل. الإعلام الإسرائيلي تجند بشكل مجاني واستباح دماء المواطنين العرب. لم يهزه اكتشاف خلية تتدرب على قتل مواطن عربي، بل مر هذا التحقيق كغيمة لم يرد لها أن تمطر. وحول هذا الموضوع ينضم إلي السيد سامي أبو شحادي، عضو كنيسة عن القائمة المشتركة. أهلا بك أستاذ سامي. هل ما يعني رصد في التحقيق أو في هذا التقرير كان متوقعا بالنسبة لكم؟ لا، أنا باعتقادي التحقيق لم يكشف كل الحقيقة. نحن يعني نعيش بين أهلنا، وكنا في أحداث هبة الكرامة بين أهلنا وناسنا، ونحن نعرف الحقيقة، وهذا ما كنا نقوله من شهر أيار وحتى اليوم. ولكن هناك تصميم في الحكومة الإسرائيلية وفي مؤسسات الدولة وفي الإعلام الإسرائيلي على كتابة رواية مختلفة تماما. هذا التقرير للأسف هو الخارج عن القاعدة، كشف جزء صغير جدا من الحقيقة البشعة. رئيس بلدية اللد يعني علينا أن نعرف جميعا أنه تربى في مؤسسات حزب كهانة، هذا هو فكره، هذه الإيديولوجية التي يعني يحملها، وهو من أكثر الشخصيات المقربة إلى نتنياهو، هو الذي كان يدير حملة نتنياهو داخل حزب الليكود، وهناك قيادات كثيرة أخرى لهذا المشروع العنصري موجودة في كل المدن المختلطات. الصورة أصعب بكثير، هناك تعاون يعني في السنوات الأخيرة مشاريع النواة الثوراتية فيما يعرف في المدن المختلطة ضاعفت ميزانياتها الحكومية والبلدية عدة مرات. إذن لديها دعم سياسي كامل من السياسة المركزية الحكومية وأيضا من البلديات التي تدير هذه البلدات. نحن لم نتفاجأ وسنستمر طبعا في كشف الحقيقة عما جرى في أيار الأخير وعن مشاريع النواة الثوراتية في بلدتنا. نعم، قبل يعني الحديث عن النواة الثوراتية، أيضا يوجد بعض أعضاء من هؤلاء يعني من هذه الخلية ينتمون إلى عتمة يهودية كما أشار التقرير. هؤلاء موجودين أيضا داخل الكنيسة، يعني داخل السلطة التشريعية في هذه الدولة، كيف ترى هذا؟ هذا ما كنا نحذر منه حينما قام بنيامين نتنياهو بشرعنة دخول العنصري المتطرف إيتمار بن غفير وحزبه إلى الحلبة السياسية في إسرائيل، لأنه الآن أصبح هو الذي يمثل اليمين، وكل من هو غير يعني ليس بن غفير أصبح وكأنه يعني معتدل مقارنة بهذا القائد العنصري المعروف. ولكن للأسف القضية هي ليست فقط بن غفير، هناك منظومة كاملة احتوت إيتمار بن غفير ليصبح داخل الكنيسة لاعبا سياسيا شرعيا، كان ذلك بقيادة رئيس الحكومة في دولة إسرائيل. بن غفير ليس وحيدا، ولا سموتريتش ولا حزب عثمة يهوديت الذي فاز بأكثر من 200,000 صوت من المجتمع الإسرائيلي. نحن لا نتحدث عن ظاهرة هامشية، نحن نتحدث عن طيار سياسي فاعل لديه دعم اجتماعي واقتصادي وسياسي قوي جدا من المستوطنين ومن غير المستوطنين أيضا في المجتمع الإسرائيلي. نعم، وله أيضا نواة توراتية تعمل داخل المدن المختلطة منها يافا واللد.
يعني كيف تعمل هذه الخلية، ليست الخلية، النواة التوراتية داخل هذه المدن، وكيف تؤثر عليكم خاصة بعد يعني أحداث أيار؟ مشاريع النواة التوراتية في كل المدن المختلطة انتشرت بشكل كبير جدا بعد خطة فك الارتباط من قطاع غزة. في البداية كانت هذه مشاريع فردية وصغيرة وبأعداد صغيرة جدا وميزانيات هامشية، ولكن سيطرة الاستيطان وقيادة الاستيطان في دولة إسرائيل على كل مفاصل الحكم وعلى الوزارات المختلفة أتاح لهذه المشاريع العنصرية المتطرفة التي أصلا ترفض العيش المشترك وترفض الحياة في مدينة مشتركة، وهي يعني تؤدلج لنظام الفصل العنصري بين العرب واليهود في هذه المدن. كان لديها دعم كبير جدا من عدد كبير من الوزارات، بالإضافة إلى أن اليمين فيما يعرف المدن المختلطة في أماكن مثل اللد والرملة وعكا ونوفا جليل ومعلوت ترشيحة مسيطر بشكل دائم كان على هذه البلديات، فهم استطاعوا أيضا أن يكونوا ممولين من هذه البلديات. علينا أن نستفيد مثل هذا التقرير بالرغم من محدوديته، وعلينا أن نقوم الآن بهجمة مضادة ضد هذا المشروع العنصري. نعم. الذي يستهدف وجودنا، وهو ضد الحياة المشتركة وضد العيش المشترك. علينا أن نستغل هذا التقرير أولا لإخراج هذا الحزب عن القانون، وأيضا لمنع الدعم عن خلايا ومشاريع النواة التوراتية في كل ما يعرف في المدن المختلطة. نعم، يعني علينا مكافحة هذا المشروع على عدة أصعدة. شكرا لك سيد سامي أبو شحادي، عضو الكنيسة، عن القائمة المشتركة. تجريم المجتمع العربي بذريعة مكافحة الجريمة، أصدر مركز عدالة في ورقة موقف ضد تعديل قانون العقوبات. بموجب تعديل القانون فإن المحكمة ملزمة بفرض عقوبة دنيا على المدانين بمخالفات السلاح لا تقل عن ربع العقوبة المنصوص عليها في القانون. حول هذا الموضوع ولترتيب الأمور ينضم إلي هنا في استوديو علي منصور، محامي في قسم القضايا المدنية في مركز عدالة. أهلا بك علي. مرحبا. أولا يعني ماذا يشمل هذا القانون أو ماذا يعني هذا القانون؟ أولا هذا القانون اللي تم تمريره مبارح حوالي الساعة 3 ليلا من قبل 4 أعضاء كنيسة بسهولة نوعا ما. هذا القانون اللي بدي كقانون كاقتراح من عضو الكنيسة شارون هسكيل انتقل ليكون قانون بدعم تام من قبل الحكومة. هذا القانون عمليا كيف ما قدمت بالمقدمة قانون اللي بفرض على المحكمة أن هي تعطي عقوبة بالحد الأدنى لكل الجرائم اللي دخلها بالسلاح. وطبعا هنا بيجوا الادعاء وليش احنا عمليا ضد تجريم السلاح. بداية مهم نطلع على المعطيات الموجودة، لأنه كان هذا مطلبنا تجريم حمل السلاح، فيعني هون شوي بدها ترتيب طبيعي ومهم نرتب هذا الموضوع. اليوم لما احنا بنطلع على قضايا السلاح احنا بنشوف اولا انه داخل السجون هناك 47% من السجناء هم سجناء جنائيين عرب. يعني وجودنا داخل السجون مش هي القضيه، احنا موجودين بكثير اكثر من احنا المفروض نكون موجودين بالسجون، بكل محل مش منيح، بكل محل احنا اسم الله اكثريه بعكس نسبتنا. زياده على هيك عدد السجناء الجنائيين اللي بقضوا محكوميه قصيره هن 3 اضعاف العدد تبعنا، يعني حوالي 60%. وشو معنى انه الانسان يقضي لمحكوميه قصيره؟ يعني هو بيطلع بعد فتره جدا قصيره من السجن بلا ما يمر باياتها تاهيل واياتها نوع من مسار اصلاحي بداخل السجن، وبرجع على دائره جريمه كمان مره. ولذلك لما احنا بنيجي نطلع على قضيه الجريمه المنظمه وبنفكر انك انت لما بتيجي بتعاقب المجرم وبتدخله على السجن انت رح تمنع الجريمه، انت رح تعمل العكس. واليوم ابحاث عديده وتجارب سابقه كيف ما شفنا احنا وبينا بورقه الموقف اللي طلعناها وبالرساله اللي وجهناها للمستشار القضائي للحكومه وللنيابه العامه بتجربه مماثله للولايات المتحده، اليوم بعد 50 سنه من عقوبات بالحد الادنى وقوانين اخرى اللي بتجرم المجتمع ككل وبتتعامل معه كمجموعه ولا بتتعامل مع القضايا كافراد، هناك زيادة للجريمة بدل ما أنها تقل الجريمة. يعني أنت بتقول إنه هذا القانون سوف يعني يشجع المجرمين على استمرار في ممارسة العنف والقتل. عمليا عم نطلع على قانون اللي هو بيجي وبحط فعليا بلاستر على النقطة الأخيرة تبعت الجريمة بدل ما يتعامل مع القضايا الجوهرية اللي بعاني منها مجتمعنا الفلسطيني. وبنهاية المطاف الدولي والحالة اللي احنا بنعاني منها
هي نتيجة لسياسات عنصرية كولونيالية استعمارية قامت بها الدولة بمساعدة اليد المباشرة للدولة واللي هي الشرطة، إن كان من ناحية عدم معالجة الجريمة أو بطريقة أو بأخرى مساعدتها بأنها تتبلور وتتكون. واليوم لما نطلع على المعطيات بعدد لوائح الاتهام اللي بتم تقديمها بقضايا السلاح، العدد هو جدا متدني، وهي كمان شغل احنا اشرنا لها واللي تم تداولها بداخل لجان الكنيست. القضيه المركزيه بقضايا السلاح ليش مش عم بيكون في معالجه للسلاح، وبالاخر عدم تنفيذ الصلاحيات الموجوده مسبقا عند الشرطه. يعني مش تقاعس الشرطه، احيانا الشرطه هي سبب، او عدم يعني فعاليه الشرطه في المجتمع العربي احيانا هي سبب في انتشار الجريمه. طيب كيف تقترحون في مركز عدالة لمعالجة هذه القضية؟ أولا إحنا بالرسالة توجهنا كيف ما حكيت المستشار القضائي والنيابة بالأساس بطلب لعدم تطبيق هذا القانون نظرا لهي التداعيات الخطرة اللي إحنا بنحكي عليها. وقبل ما أجي أحكي على السبل الثانية، مهم كمان نطلع على حالة مشابهة وصراحة بضحك، أنه بالضبط امبارح بكندا تم قرار من وزارة القضاء أنه إحنا بكندا بدنا نوقف من العقوبات الدنيا لأنها بتدور بالأقليات وبالمجموعات الأصلانية. فيعني كم مرة نحكي على كمان تجربة مشابهة وخاصة بقضايا السلاح. أوكي؟ فلما إحنا بنيجي على نحكي على قضايا السلاح، إحنا كمركز عدالة بفكرش إنه من إحنا من الموقع تبعنا مفروض نيجي ونعطي خطة مكافحة الجريمة بكافة أشكال. لا بس أنتوا يعني أنتوا كان عندكم تعليق على التغيير صحيح. أو التعديل في القانون. صحيح كان عندنا ملاحظة على التعديل في القانون، ومهم كمان نبرة الشغري كتير مهمة اليوم عند الشرطة بالدولة وعند كافة المؤسسات بالدولة في كافة الصلاحيات المتاحة لمكافحة الجريمة ولمواجهة الجريمة. ولذلك فيش أي حاجة لتعديل لهذا القانون أو لهذاك. احنا شفنا الصلاحيات الموجودة عند الدولة بوقت هبة الكرامة، شفنا كيف بيقدروا الدولة والشرطة الإسرائيلية يوصلوا عند كل بنادم لمهن بدن. ولذلك هذا الادعاء بأنه لا يمكن محاربة الجريمة لأنه صعب يوصلوا لأدلة وصعب يوصلوا لهذا الشخص، هاي ادعاءات اللي هي غطاء بنهاية المطاف لكيف الدولة عم بتحاول أنها تقبض السيطرة على مجتمعنا، وهي خطة مكافحة الجريمة. إحنا بالفترة الأخيرة عم نراقب هاي الخطة، إن كان من هذا القانون إن كان أيضا في كثير قوانين، يعني مش ناقص قوانين، القوانين عم بتمر بسرعة وبدعم غير مسبوق من المعارضة ومن الائتلاف. وإحنا بنشوف أيضا أنه قانون مثلا تفتيش دون أمر قضائي هذا مثال يعني جدا واضح لكيف محاولة الدولة عن طريق غطاء الجريمة أنها تفوت وتدخل وتقتحم البيوت الفلسطينية. هذا كمان مثال، وفي أمثلة عديدة. شفنا أيضا محاولة إدخال الشباك في مكافحة الجريمة، محاولة إدخال وحدات المستعربين، وفعلا إدخال وحدات المستعربين في مكافحة الجريمة. يعني التعامل معنا وكأنه عدو، مش تعامل كأنه إحنا يعني مجتمع عنده طموحاته، عنده خصوصيته، عنده استقلاليته. في شعور بهاي القوانين وكأنه عم بتعاملوا مع عدو. فعلا التعامل هو مش كعدو، وتعامل مع عدو. يعني التعامل اليوم اللي الدولة بتسنه إن كان عن جد فعلا من هاي الخطة الحكومية، وإن كان من كل إشي شفناه على قليلة بهاي السنة. يعني حتى الإنسان فيش حاجة يرجع لورا لقبل 20 سنة لأحداث هبة أكتوبر، هبة الأقصى، أو نطلع على فترات سابقة. بآخر سنة هي مثال مباشر لسياسات الدولة الاستعمارية بتعاملها مع الفلسطينيين بالداخل، وهي مش فقط كعدو، لا هي علاقات تم بلورتها من قبل 60 سنة لحد اليوم، وبناء عليها عم بتم صنع القوانين، وبناء عليها عم بتم التعامل واستغلال ساخر حسب رأيي لقضايا جدا صعبة اللي احنا بنعاني منها. لأنه احنا ما مصدقين وانت نقضي على العنف، يعني كأنه أي قانون بيجي أنه تعالوا نمشي عشان نقدر نقضي عن هاي على نحمي الضحية. بالضبط، والفكرة السائدة عند الكل أنه إذا أنت بتوع عندك مجرم أنت لازم تعاقبه. اوكي، بس عاقب المجتمع كله. بالضبط. والقانون شو بيجي بيعمل؟ المسار الجنائي هو مسار بيتعامل مع الشخص كشخص، يعني بيدخل الشخص المسار الجنائي كفرد وبتم معالجه قضيته كهذا الفرد بهذا السياق. بيجي القانون بيقول لك انت كعرب كمجتمع عربي انتوا كلكم عندكم هذا السلاح، هاي الكميه من السلاح، ولذلك هناك حاجه لمعالجه بالخط العريض مع تعاملنا مع المجتمع الفلسطيني بالداخل. فلذلك بدخل الفلسطيني إلى قاعة المحكمة كفلسطيني وبتم محاكمته كفلسطيني، وبناء على ذلك بتم إدخاله إلى السجن كفلسطيني، وبخرج بنهاية المطاف كيف ما حكى الأستاذ برهوم جرايسي، بخرج إلى المجتمع، إلى مجتمع فقير، مجتمع بحالة جدا صعبة، بخرج فيش عنده إمكانيات عمل، فيش عنده إمكانيات إمكانية، والسجن بس بيزيد مشاكل على هذا الموضوع. بخرج في عنده دائرة ما بتنتهي، سوق سوداء،
جريمة منتشرة وهي الدائرة بترجع وبتعيد على حالها. فعلا يعني هي تبدأ ولا تنتهي. شكرا لك عادي منصور، محامي في قسم القضايا المدنية في مركز عدالة، شكرا لك. شكرا. الخطة الاقتصادية التي جاءت تحت عنوان تقدم تتضمن خططا لتطوير الهايتك في المجتمع العربي، هذا ونظمت مؤسسات تعنى في تطوير الهايتك في المجتمع العربي احتفالا بمناسبة إقرار هذه الخطة. المزيد في التقرير التالي. احتفى في مدينة الناصرة مندوبون عن وزارة المساواة الاجتماعية وسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وممثلون عن سلطات محلية عربية وشركات في قطاع الهايتك بمناسبة إقرار الخطة الخماسية الجديدة لتعزيز الهايتك والحداثة في المجتمع العربي. صراحة بداية الطريق أنه إحنا كنا على فهم ودراية إنه ما كان في السابق، يعني عندما نتحدث عن خطة 922 وخطط سابقة أخذت مواضيع معينة اللي كانت تؤثر كثير في مجتمعنا العربي وهي الحارقة. دائما إحنا عندنا واضح لك سياسة التمييز اللي اتبعتها الحكومة على مدار الحكومات على مدار السنين، يعني موجودة قضية تغيير سياسات، يعني القضية مش بس ميزانيات، كمان لازم يكون هناك تغيير سياسات من قبل الحكومة. هل سيكون تغيير سياسات؟ هذا ما نطمح له وهذا ما نعمل عليه، لأنه إن لم يحدث هذا الشيء بدنا نرجع على نفس الصيغة اللي هي خطط اللي هي على الورق وتنفيذها قليل جدا ولا يحدث التغيير. في قضية الهايتك أعتقد أنه للحكومة بالأساس يعني ولدولة إسرائيل في هناك هي معنية بهذا، لأنه في نقص، يعني دولة إسرائيل هي الدولة اللي فيها كثير موضوع الهايتك يأخذ حيز يدخل لها مدخولات كبيرة. يحذر اقتصاديون من تكرار تجربة الخطة الخماسية 922 والتي لم يستنفد حتى الآن الثلث منها، ويناشد مسؤولون بضرورة توظيف الميزانيات في الخطة الجديدة واستنفادها كاملة، مؤكدين على أهمية الخطة في تطوير قطاع الهايتك داخل المجتمع العربي. خطة 922 أعطت فرصة ومجالات عدة للمجتمع العربي وقفزة معينة احنا استخلصنا منها العبر، والحكومة عمليا صادقت على خطة جديدة أكبر من ناحية الميزانيات ومتعددة من ناحية المجالات. يعني احنا بنحكي على خطة تقدم بميزانية 30 مليار شيكل تتضمن عدة مجالات، واحد من المجالات احنا الفخورين جدا فيه موضوع الهايتك. اليوم احنا أطلقنا الخطة منها هي المنصة في الناصري. عمليا الضمان لنجاح الخطة بالتطبيق تبعها هو كما خططت هذه الخطة بشراكة مع كافة أطراف المجتمع العربي، مع الجمعيات، مع الشركات، مع كل الأطراف اللي شاركت بالتخطيط. هي الأطراف اللي لازم تشارك بالتطبيق وتراقب عمل التطبيق نفسه. إحنا بنحكي على خطة خماسية، يعني إحنا طبيعة الحال بنشوفش النتائج بكرة الصبح. الخطة هي نفسها تبنى درجة درجة. إحنا بنحكي على أشياء اللي بدنا نبلش نشتغل عليها بفترة الثانوية، عمليا هاي الطلاب راح نشوفها مجالات الهايتك أخرى 7 أو 8 سنين. يشير محللون أن التغيير المنشود في البلدات العربية لا يحققه تدفق الميزانيات، لطالما أن السياسات الحكومية المجحفة ثابتة ودون تغيير جوهري في التعامل مع الإنسان العربي بصفة المواطن. وحول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور رمزي حلبي، محلل سياسي وخبير اقتصادي. أهلا بك دكتور رمزي. دكتور رمزي، بتقديرك ما هي يعني ما هي أهمية الهايتك في المجتمع العربي ولتطوير المجتمع العربي؟ اولا يعني انا اتحدث ايضا كرئيس اداره تسوفن التي نظمت هذا الاحتفال بالامس، وكان بالنسبه لنا هاي خطوه تاريخيه، المصادقه على هذه الخطه لخمس سنوات 600 مليون شيكل، ونحن نعمل بالتعاون مع كل الجهات طبعا لاحداث قفزه نوعيه في المجتمع العربي. نقطة الانطلاق هي أولا أن العربي في هذه البلاد يساوي حوالي 65% فقط من ناحية الأجور مقارنة باليهودي. ثانيا، السلطات المحلية العربية جميعها ضعيفة من الناحية الاقتصادية. نسبة النساء اللي تعمل في سوق العمل حوالي 40% مقارنة ب 78% في المجتمع اليهودي. ولذلك لا يمكن أن نتحدث عن دمج المواطن العربي في هذه البلاد في الاقتصاد الإسرائيلي وفي النجاحات الاقتصادية بدون قضية الهايتك. وهذه أهمية هذه الخطة لخمس سنوات لكي ندخل المجتمع العربي إلى عالم الهايتك وإلى هذا المجال من أوسع الأبواب. نعم، ما هي المشاريع يعني التي من خلالها سوف فعلا تدخلون المجتمع والبلدات العربية إلى عالم الهايتك؟
يعني أنا أريد أن أتحدث عن أربع مجالات. الأول هو مجال التربية والتعليم، ومن خلال ذلك هو أيضا أن ندخل إلى المدارس الثانوية العربية ونشجع الطلاب والطالبات على الدخول في مجال STEM أو الكمبيوتر ساينس وهذا المجال. ثانيا هي البنية التحتية. نحن نعلم أن معظم السلطات المحلية لا تملك المناطق الصناعية المناسبة وكل هذه الأمور. النقطة الثالثة هي الاستثمار بالعامل البشري. يعني نحن يجب أن نعلم بأن هذا الاستثمار يعود بالفائدة على المجتمع العربي من خلال استثمار بالمهندسين ودعمهم، وأخيرا تشجيع التحديث والمبادرات. يعني احنا بدنا نشوف ستارت اب بعد ستارت اب في المجتمع العربي، وهذا سيعود بالفائدة على المستوى المعيشة وعلى تشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب ومن الصبايا. وهذه الخطة بلانها للمدى البعيد وشمولية يمكن ان تاتي بالنتائج المتوقعة. ولكن انا في حديثي في المؤتمر حذرت من قضية مهمة جدا، وهي التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ. لاحظنا في الماضي إطلاق مشاريع كبيرة جدا في المجتمع العربي، ولكن نسبة التنفيذ كانت متدنية، ومعنى ذلك أنه بقيت حبر على ورق وشعارات فارغة. يعني وما الذي يضمن لكم يعني تنفيذ هذه الخطط؟ طبعا يجب أن يكون تعاون على كل المستويات، نبدأ من الكنيسة وأعضاء الكنيسة واللي بيمثلوا المجتمع العربي هناك أنه يصروا على هذا الموضوع. ثانيا على السلطات المحلية أن تكون جاهزة مع برامج، مع تخطيط في البنية التحتية والتطوير في مجال الصناعة وفي مجال دمج المهندسين والمهندسات العرب في هذا المجال. وثالثا التعاون مع المجتمع المدني. نحن كمؤسسة سوفن نحن نعمل بالتعاون مع السلطات المحلية، وسمعنا ما قاله الأخ مدر يونس رئيس لجنة الرؤساء. ولذلك إذا بيكون في تعاون من كل الجهات وبيكون ضغط على الحكومة وخاصة على وزارة المالية أن لا تبقي هذه الميزانيات في القدس إلا أن تحولها لكل السلطات العربية وإلى كل المجمعات والجمعيات التي تعمل على تطوير الهايتك في المجتمع العربي، فهذا يضمن النجاح وأن نرفع من مستوى المعيشة للمواطن العربي في البلاد. نعم، على أمل أن يتحقق هذا فعلا. شكرا لك دكتور رمزي حلبي، محلل سياسي وخبير اقتصادي، وكما تحدث رئيس إدارة تسوفن. شكرا لك. وإلى النقب، حيث تظاهر الأهالي وأطفال الطلاب في رياض الأطفال احتجاجا على نواقص مستمرة داخل صفوف الحضانات والبساتين. المزيد في تقرير الزميل ياسر العقبي. بالرغم من حالة الطقس العاصفة والباردة، تظاهر العشرات من الأطفال وأهاليهم بالقرب من مبنى المجلس المحلي اللقية في النقب احتجاجا على أوضاع البساتين والنقص في ساحات الألعاب. هذا الاحتجاج هو يعني إعلان عن تذمر الأهالي في اللقية، وخاصة في حارة 7 وحارة 8، من الإهمال الكبير في مجال الروضات. المجلس كان ومن البداية يقول إن التعليم والتربية هم أهم ما يكون لديه، ولكن يبدو إن المجلس لا يهمه أبدا أمر التعليم. اليوم المظاهرة بشكل واضح مطلب الأهالي تحسين ظروف الروضات وإقامة روضات ترتقي بالمستوى الجيد لكل طفل، وهذا حق أساسي للأطفال، وممنوع التملص منه بأي وسيلة كانت، لا بوسيلة التذنيب ولا بوسيلة التملص من دورنا كمجلس محلي أو كقيادة. ويحتاج الأهالي من عدم وجود معدات وأثاث وألعاب في رياض الأطفال والبساتين في حارتين في البلدة يدرس فيها نحو 300 طفل، حيث تم الإعلان عن إضراب مفتوح قبل أسبوعين نتيجة تدني الأوضاع في رياض الأطفال وفقرها إلى أبسط مقومات المؤسسات التربوية. نحن نعمل مع رئيس المجلس ومع مكتب المعارف ومع لجان الآباء من أجل بناء روضات حديثة في اللقية بدل الروضات الموجودة في البيوت المستأجرة، وإن شاء الله خلال هذا العام سنقوم ببناء روضات. نحن بنينا روضتان في حارة 12 وروضتان في حارة
2 وإن شاء الله سنواصل عملية البناء من أجل مصلحة طلابنا. وتأتي الوقفة الاحتجاجية كرسالة واضحة للمسؤولين بالانتباه إلى أطفال البلدة بعد أكثر من 3 أشهر من افتتاح العام الدراسي وعدم التغاضي عن الاحتياجات الأساسية، علما أن هناك ميزانية لبناء بساتين ولكن بعض الأماكن العامة يوجد فيها معيقات تمنع بناء رياض أطفال حديثة وآمنة، كما قال مصدر مسؤول في المجلس. منذ أشهر أثارت تصريحات الموظفة السابقة لفيسبوك فرانسيس هوغن الرأي العام، ومن ضمنها تصريحاتها حول نشر العنصرية والتحريض في شبكة فيسبوك. على ما يبدو هذا الملف لم يغلق حتى الآن، ولا زالت فضائح الشبكة العملاقة تنتشر. قالت صحيفة تايمز البريطانية إن محامي ضحايا مسلمي روينجا يطالبون فيسبوك بتعويضات تزيد على 150 مليار جنيه استرليني. وقد نشرت الصحيفة هذا الخبر تحت عنوان ربحكم يغذي الإبادة الجماعية، في إشارة للإبادة الجماعية التي تعرض لها مسلمي روينجا. وقد اتهمت ضحايا المنصة بالإسهام في تغذية الإبادة التي تعرضت لها هذه الأقلية في ميانمار عام 2017 من خلال نشر الكراهية ضدهم. قد أشارت الصحيفة أن الدعوى القضائية قدمت في بريطانيا والولايات المتحدة في واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية لضحايا جريمة ضد الإنسانية ترفع أمام محكمة محلية في أي دولة في العالم. وفقا لفحوى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، فإن الخوارزميات التي تدعم الشركة الأمريكية تروج معلومات مضللة وفكرا متطرفا يترجم إلى عنف وقتل على أرض الواقع، وتدفع مستخدمين سريعي التأثر إلى الانضمام لمجموعات متطرفة. وشبكة فيسبوك محمية إلى حد كبير بموجب قانون الولايات المتحدة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها. فهل برأيكم سوف تتحقق العدالة؟ إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.